مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من ملخص المصارعة في أسبوع، واللي فيه نعطيكم نتائج عرض رو عرض سماك داون، نعطيكم بعد رأينا وتقييمنا للمباريات وأحداث المصارعة خلال هذا الأسبوع. يعني إذا للحين ما شفت العروض شاهد برنامجنا، معكم أنا وهلان وبسم الله نبدأ. أولا النتائج عرض رو. المباراة الأولى سيث رولينز ضد برون سترومان، انتهت المباراة بدون فائز. المباراة الثانية جاك كالهر ضد درو غولاك، فوز جاك كالهر وبالتثبيت. المباراة الثالثة بكاس ضد جندر مهال، فوز بكاس وبالتثبيت. المباراة الرابعة نيفل ضد نايس دورادو، فوز نيفل وبالإخضاع. المباراة الخامسة شيمس ضد لوك كالوس، فوز شيمس وبالتثبيت. المباراة السادسة مباراة فرق نسائية، فريق بطلة نساء رو تشارلوت ونيا جاكس ضد فريق بيلي وساشا بانكس، فوز شارلوت ونيا جاكس وبالتثبيت. المباراة السابعة كوفي كينغستون ضد تايتس أونيل، فوز كوفي كينغستون وبالتثبيت. المباراة الثامنة مباراة الحدث الرئيس، مباراة على لقب الولايات المتحدة الأمريكية، رومان رينز ضد كريس جيريكو، انتهت بفوز كريس جيريكو بالتثبيت وتحقيقه للقب. نتائج عرض سماك داون. المباراة الأولى ناتاليا ضد نيكي بيلا، انتهت بدون فائز. المباراة الثانية كاليستو ضد دولف زيجلر، فوز كاليستو وبالتثبيت. المباراة الثالثة مباراة فرق وعلى لقب فرق سماك داون، فريق الأمريكان ألفا ضد فريق عائلة وايت، فوز فريق الأمريكان ألفا وبالتثبيت وحفاظهم على اللقب. المباراة الرابعة كارميلا ضد سي جي لاند، فوز كارميلا وبالإخضاع. المباراة الرابعة الخامسة ومباراة الحدث الرئيس، جون سينا ضد بارين كوربن، فوز جون سينا وبالتثبيت. ثانيا الإيجابيات. إيجابيات عرض رو: الاستمرار في البناء الجيد لعداوة فريق غالوس وأندرسون مع فريق شيمس وسيزارو، فوز كريس جيريكو بلقب الولايات المتحدة الأمريكية، التألق في طريق الظهور الأندرتيكر. إيجابيات عرض سماك داون: البناء الرائع لفريق الأمريكان ألفا، الغموض المثير في المستقبل عائلة وايت، الاستمرار في بناء عداوة دين أمبرونز مع ذا ميز. ثالثا السلبيات. سلبيات عرض رو: عدم استغلال ظهور شون مايكلز بشكل يوازي شعبيته وأسطوريته، الإصرار على إقحام تايتس أونيل بسيناريو مع فريق نيو دي تمهيدا لضمه للفريق. سلبيات عرض سماك داون: ضعف بناء المنافسة على لقب نساء سماك داون بحصر المنافسة على اللقب، غياب هيث سليتر عن العروض وإعطاء أضواء لمن لا يستحق. رابعا ريتنج الأسبوع. ريتنج عرض رو: شاهد عرض رو هذا الأسبوع 2,907,000 مشاهد، وقد احتل المركز السابع من بين أكثر 150 برنامج مشاهدة في ليلة الاثنين. ريتنج عرض سماك داون: شاهد عرض سماك داون هذا الأسبوع 2,533,000 مشاهد، وقد احتل المركز الرابع من بين أكثر 150 برنامج مشاهدة في ليلة الثلاثاء. خامسا أفضل عرض لهذا الأسبوع: كان عرض رول الأسبوع الثالث على التوالي بسبب استمرارهم في الإبداع في طريقة افتتاح العرض وطريقة تختيمه بمباراة المين إيفنت ونجاح فقرة ظهور الأندرتيكر. سادسا أفضل مباراة في الأسبوع هي مباراة لقب فرق سماك داون بين عائلة وايت وحاملين الألقاب فريق الأمريكان ألفا، حيث كانت مباراة رائعة شيقة مثيرة مليئة بالمتعة. سابعا أفضل مصارع في هذا الأسبوع بلا جدال بلا نقاش هو كريس جيريكو لتحقيق لقب الولايات المتحدة الأمريكية وتقديمه مباراة كبيرة مع رومان رينز واستمراره في التألق بتقديم ثنائيته مع كيفن أوينز. ثامنا فقرة تعليقات المشاهدين من حلقة الأسبوع الماضي. أفضل تعليقات من حلقة الأسبوع الماضي: تعليق من الأخ إكس بيكا بلاي، تحدث عن توقعات لمهرجان الرويال رامبل ومباريات الرسومينيا 33، وتعليق من الأخ KSA14201 انتقد من خلال تكرار سيناريوهات في عرض سماك داون، وتعليق من الأخ أسامة البرقاوي أيضا ينتقد به تكرار السيناريوهات. وفي نهاية هذه الفقرة نتقدم لكم أعزائنا الغالين بالشكر الجزير على ما سطرتموه من عبارات داعمة تحفزنا لتقديم المزيد. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع، لا تحرمونا من كتابة آرائكم واستفساراتكم تحت في التعليقات، ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، متابعة حساباتنا عبر تويتر والإنستغرام، والاستماع لبرامجنا على قناتنا بالساوند كلاود، ومشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب تحديدا فيديو جدول البرامج.
كنت معكم أنا وهلان، وألقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم بود.